لما شفت بقى سموت تيفو او الدخله او الصور دي في الحقيقه لحد دلوقتي مش قادر افهم هي الصور أنا دي يعني هيليوم ولا الصور دي، يعني مش قادر افهمها لحد دلوقتي يعني على الحقيقه وعلى الطبيعه ايه عباره عن ايه؟ بتنفخ يعني كده هيليوم؟ لا لا لا، هي زي هنقول زي البانر بيطلع في حاجه كده زي الحبل مثلا بتسحبه يعني من تحت لفوق. ولكن انا هقول لك على احساسي كمشجع، الصوره دي خلتنا كمشجعين جسمنا يقشعر فعلا. انا من هنا نفس الاحساس بصراحه، جسمي اشعر لان انا قاعد قدامها وبعدين بتطلع ستيب باي ستيب قدامك. انت في احتفاليه في شو ان الزمالك ينزل الملعب، يعني التيفو دوت اتعمل قبل ما الزمالك ينزل الملعب. لما الزمالك نزل الملعب وبدا الاحماء احنا حسينا ان شاء الله ده يوم انتصار، وكان مهم جدا جدا يا كابتن محمد الانتصار للرد. هنا بيطلع من تحت لفوق صح كده، هنا ابتدى يطلع لسه هو. ايوه بالظبط كده. وفي تيفو كمان اللي هو كان بتاع الاهرامات. ده انت عارف ان التيفو ده شيكابالا كان معايا اول امبارح على التليفون قال لي انا عيطت بكيت شفناه لما شفت التيفو شفناه كان باين في الملعب. شيكابالا ايقونه يا كابتن محمد. شيكابالا كان ليه دور كبير جدا بعد احتساب طبعا ركله الجزاء انه يلم اللعيبه يحفز اللعيبه مع الاداره مع الجهاز الفني. كان في حوالي 4 دقائق بعتبرهم هم ال4 دقائق الفاصله ان الزمالك يستعيد التوازن ويبدا يلعب تاني، لان احنا كنا حاسين بظلم واقع علينا كبير جدا. وطبعا كان في بعض التفاصيل الصغيره اللي تبان للعادي للشخص العادي ان هي عاديه، لكن صدقني بتاثر جدا 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 في اللعيب. ويمكن اسوأ احساس اللعيب يحس بيه في الملعب هو الظلم، لكن الحمد لله ان ربنا اكرمنا برضه.